اختتمت مساء اليوم أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها 32 التي عقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس القمة إنه تم اعتماد القرارات الصادرة عن القمة وأعلان جدة في ضوء عدم وجود أي ملاحظات من قبل القادة ورؤساء الوفود عليها.